أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في لقائنا الأول من يومنا الثاني من أيام هذه الدورة المباركة إن شاء الله. لقد فرغنا في حديثنا مع حضراتكم بالأمس حول الخطبة، والآن سنتحدث بمشيئة الله تعالى حول عقد الزواج. ولعقد الزواج أركان تحدث عنها فقهاؤنا واختلفت فيها اجتهاداتهم ما بين مقل ومكثر. ابتداء، الكلمة ركن في اللغة إن ركن الشيء جانبه الأقوى، وفي اللغة العسكرية في بلادنا يقال اللواء الركن، والفريق الركن، والعميد الركن، من التعبيرات الشائعة عندنا. فكلمة ركن الشيء معناها جانبه الأقوى. أما في الاصطلاح في هذا المقام يقصد به ما يتوقف عليه الشيء ويكون جزءا من حقيقته وماهيته. أضرب مثالا على هذا. عندما نقول إن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، معنى هذا أن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، جزء من حقيقتها، ليس أمرا خارجا عنها، ليست كالوضوء. إن الوضوء شرط في صحة الصلاة، لكنه ليس جزءا من حقيقة الصلاة، أليس كذلك؟ الوضوء أمر خارج عن الصلاة، أما الصلاة في ذاتها فهي أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. فركن الشيء ما يتوقف عليه ويكون جزءا من حقيقته وماهيته. فما هي أركان عقد الزواج؟ إن الأحناف يختصرون أركان عقد الزواج في ركن واحد: الصيغة، الإيجاب والقبول. والشافعية يبلغون بالأركان خمسة، فيقولون إن أركان عقد الزواج خمسة: الولي والشاهدان والزوج والزوجة والصيغة. نعم، الولي، الشاهدان، الزوج، الزوجة، الصيغة. على كل حال، بعيداً عن الجدل الفقهي، نحن نريد أن نتحدث عن المقومات الأساسية في عقد الزواج التي لا بد من تحققها لكي يقع عقد الزواج صحيحاً، سواء أطلقنا عليه أنه ركن أو أطلقنا عليها أنها شروط. ولنبدأ بالحديث عن الصيغة. من المعلوم أيها الأحبة أن العقود لا بد أن تبنى على التراضي، وقضية الرضا من الأمور الباطنية التي لا يطلع عليها أحد من البشر، لا بد إذن أن تترجم في ألفاظ، أن تترجم في عبارات تفصح عن هذا الرضا وتعبر عنه، وهذه هي الصيغة. والصيغة تتكون من الإيجاب والقبول، والإيجاب ما صدر أولاً والقبول ما صدر ثانياً. عندما يبدأ ولي الزوجة فيقول: زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة، ذلك إيجاب.
فإذا قال الزوج قبلت زواجها على الكتاب والسنة فذلكم القبول. هذا هو مأخذ الأحناف في هذه المسألة، لكن الجمهور لهم طريقة أخرى، يقولون إن الإيجاب هو ما صدر من الولي أو من وكيله، سواء أكان أولاً أم كان آخراً، والقبول هو ما صدر من الزوج أو من وكيله، سواء أصدر أولاً أو صدر آخراً. فالعبرة عند الجمهور ليس بأولية الصدور وآخريته، بل العبرة أن الإيجاب يكون ممن يملك التمليك، والقبول يكون من الطرف الآخر. فالذي يملك التمليك إنما هو الولي أو وكيله ومن يقوم مقامه، سواء أكان كلامه أولاً أم كان كلامه آخراً. لكن ما هو اللفظ الذي ينعقد به عقد النكاح؟ اتفق الفقهاء على أن النكاح ينعقد بلفظي الإنكاح والتزويج. فإذا قال ولي الزوجة أنكحتك ابنتي على الكتاب والسنة، أو قال زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة، فقال الزوج قبلت نكاحها قبلت زواجها، فقد جرت الصيغة صحيحة، لأن كلا هذين اللفظين جاء في الكتاب والسنة. ففي القرآن يقول الله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وفي الكتاب أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، أي تزوجتموهن، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فورد لفظ الإنكاح والتزويج في القرآن الكريم. في السنة المطهرة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي السنة أيضا: تنكح المرأة لأربع. إذن ورد لفظ الإنكاح والتزويج في السنة المطهرة كما ورد في كتاب الله عز وجل، فاتفقت كلمة الفقهاء على صحة انعقاد النكاح بهذين اللفظين. لكن السؤال في هذا المقام: هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة، بلفظ التمليك، بلفظ البيع؟ في بلاد الخليج مثلا عندهم كلمة يقال ملكة، هذه الكلمة شائعة في بلاد الخليج: الليلة ملكة فلان أو ملكة فلانة. هل هذا التعبير من التعبيرات المقبولة شرعا التي ينعقد بها عقد النكاح؟ يقول الأحناف والمالكية: لا حرج، لأن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. فأي لفظ يعبر عن المعنى المقصود الذي اتفق عليه الطرفان صح أن يستعمل، ووقع العقد صحيحا به، ولا مشاحة في الألفاظ. ومن أدلتهم على ذلك أيضا قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت فقالت: جئت لأهب لك نفسي يا رسول الله، فعبرت بلفظ الهبة، وقال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وقالوا إن الخصوصية في الزواج بغير مهر وليس في لفظ الهبة.
ثم قالوا: وفي نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المرأة فلم يقض فيها شيئا، كأنها لم تعجب، يعني فأطرق ببصره صلى الله عليه وسلم، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال له: اذهب فالتمس شيئا، لا بد للزواج من مهر. فذهب فلم يجد شيئا، قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب فلم يجد خاتما من حديد. قال: يا رسول الله، إن عندي إزاري هذا، أعطيها نصفه. الإزار اللي هو الجزء الأسفل، تعرفون أثناء الإحرام فيه إزار ورداء، الذي يلف على الجزء الأسفل من الجسد اسمه إيه؟ إزار، والجزء العلوي اسمه رداء. قال: يا رسول الله، ليس عندي إلا إزار، أقسم نصفين، أعطيها نصفه. وقال له: ما يصلح، إن لبست إزارك لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فيعني فالريق خلاص ما فيش. فولى الرجل، فلما ولى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كم معك من القرآن؟ قال: أحفظ سورة كذا وكذا. قال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. فقال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فمحل الشاهد هنا تعبير ملكتكها، وانعقد به عقد النكاح. الذين نازعوا في هذا الرأي قالوا: لا، إن الرواية الصحيحة اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، وهذه رواية الجماعة، ورواية الجماعة أولى بالقبول من رواية الواحد. وقالوا إن النكاح من العقود المهمة الخطيرة التي تتعلق بالأبضاع والأعراض، والأصل فيها الاحتياط، وأن يقتصر فيها على الألفاظ التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، نحن نحب ونختار ونندب الذين يعقدون عقود الأنكحة أن يستعملوا الألفاظ الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة، ليخرجوا بذلك من الخلاف. سؤال هنا: انعقاد النكاح بغير العربية، نحن نعيش في هذه البلاد، وغلبت على ألسنتنا العجمة، والجيل الثاني من أبنائنا يتكلمون الإنجليزية وقد غلبت لسانهم العربي، والجيل الأول يخلط في كلامه، فنصف كلامه باللغة العربية ونصفه باللغة الإنجليزية، وأصبحنا نعيش هذه الأجواء المختلطة، فهل يجوز عقد النكاح بغير اللغة العربية؟ اتفق الفقهاء على مشروعية عقد النكاح بغير اللغة العربية لمن لا يحسن العربية. طبعا هذه لغته، إذا كان لا يحسن العربية واستخدم تعبير مارج بدل تعبير زواج، فإن هذه هي الترجمة المفهومة عندهم والمعروفة لهذه الكلمة، وهي حقيقة في هذا العقد. لكن الخلاف ورد في من يحسنون اللغة العربية لكن نوع من التأمرك أو التفرنج أو التغرب، يريدون أن يستخدموا الألفاظ الأجنبية أو الألفاظ الأعجمية في إجراء هذا العقد، فهل يصح أم لا؟ من حيث الصحة والفساد، العقد صحيح، لأن العبرة كما قلنا، العبرة في العقود بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. لكننا نحب ونندب الذين يعقدون عقد النكاح أن يجروه باللسان العربي ما داموا يقدرون على النطق باللغة العربية. سبحان الله، كان إمام دار الهجرة مالك بن أنس كان يقول: من لم يتكلم بالعربية فليخرج من مسجدنا هذا. كانوا يحرصون على أن يخرجوا من المسجد من لم يتكلم باللغة العربية، وكانوا يقولون إن التكلم بالعربية من شعائر الإسلام.
والعربية عندنا اللسان وليست الجنس، من تكلم بالعربية فهو يعني فهو عربي، أيا كان مولده، أيا كان انتماؤه، أيا كانت هويته، وأيا كان جنسه. من الدقائق التي تتعلق بالصيغة، اللفظ الذي ينعقد به النكاح. اتفق الفقهاء على انعقاد عقد النكاح بلفظ الماضي، كأن يقول أنكحتك ابنتي على الكتاب والسنة، فيقول قبلت نكاحها على الكتاب والسنة. اتفق الفقهاء على انعقاد العقد بهذا، كما اتفق الفقهاء على انعقاد عقد النكاح إذا كان أحد اللفظين بالماضي والآخر بالمستقبل. يعني إذا قال الزوج زوجني ابنتك على الكتاب والسنة، فقال ولي الزوجة زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة، أحد اللفظين كان بالماضي والآخر كان للمستقبل زوجني، اتفق الفقهاء أيضا على أن هذا العقد صحيح. لماذا؟ لأنه قد ورد في السنة في حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك الرجل الذي أراد أن يتزوجها، قال إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله، فقال اذهب فقد زوجتكها أو ملكتكها بما معك من القرآن، فأحد اللفظين بالماضي والآخر للمستقبل لأنه فعل أمر. لكن الخلاف قد وقع عندما يقع العقد بلفظ المضارع، وأنا الحقيقة رغم أن هذه تفصيلات لكني أردت أن أبرزها، لأن الذي يجري هنا في المحاكم لا يستخدمون لفظ الماضي، إنما يستخدمون هذه الصيغة. إذا ذهب اثنان لإبرام العقد في القضاء المدني أو في المحاكم الوضعية، يقول الموثق يقول للزوج أتقبل بهذه المرأة زوجة لك؟ فيقول نعم. فيقول للمرأة أتقبلين بهذا الرجل زوجا لك؟ فتقول له نعم. فيقول لهما إني أعلنكما زوجين، إني أعلنكما زوجين. فالتعبير الذي يستخدمه أتقبل، أتقبلين، وتقبل فعل إيه؟ مضارع. ونفس السؤال عندما يوجه للزوج، هذا الذي جعلني أقف قليلا وأدقق في الألفاظ. وسبحان الله، كل مسألة مهما دقت ومهما صغرت سوف تجد في تراثنا الفقهي سابقة لها، وتجد في تراثنا الفقهي حديثا عنها. التعبير بلفظ المضارع يصح عند الأحناف والمالكية، يقولون لا حرج، لأني المقصود في النهاية أنهما يريدان أن يتزوجا وأنهما موافقان على هذا الزواج، أيا كان اللفظ. والغالب أن الناس من العوام لا يدققون بين الماضي والمضارع والمستقبل، لعله لا يعرف أصلا أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر. عايز ناس في أكاديمية الشريعة، إنما في إطار تعليمي. أما إذا كان الناس خارج الأطر الأكاديمية لا يعنيهم كثيرا قضية الألفاظ والأزمنة ونحو ذلك، فالذي يظهر أن هذا هو الصحيح، وأنه أيا كانت الصيغة بالماضي بالمضارع بالأمر، ما دامت القرائن واضحة الدلالة على أن المقصود هو إبرام عقد النكاح بصورة باتة، فإن العقد ينعقد ولا حرج في ذلك. انعقاد النكاح بالكتابة أو بالإشارة، هل ينعقد النكاح بالكتابة وهل ينعقد بالإشارة؟ إذا كان العاقدان حاضرين في مجلس العقد وكانا قادرين على النطق فلا يصح العقد لا كتابة ولا إشارة. ما الذي يحملهما على هذا وهما حضور في المجلس وهما قادران على النطق؟ فمن كان حاضرا قادرا على النطق
فلا ينعقد عقده بالكتابة ولا بالإشارة، لأننا أمام أمر جليل القدر ينبغي أن نجنبه أدنى الاحتمالات وأدنى الشبهات. لكن إذا كان العاقدان أو إذا كان أحدهما غائباً فهل يجوز أن ينعقد العقد بالكتابة؟ الجمهور في هذا المقام لا يرون انعقاد العقد بالكتابة. لماذا؟ يقولون إن الكتابة تحتمل التزوير وتحتمل التزييف وتحتمل التقليد، فلماذا ندخل في هذه الشعاب الملتوية؟ من كان غائبا وأراد أن نعقد له عقد الزواج يعمل توكيل لأحد الناس الحضور في البلدة التي يوجد فيها الطرف الآخر. لو أن رجلا هنا في ميشيغان أراد أن يتزوج امرأة من القاهرة، بدل ما يبعث توكيل كتابي يعني يقول زوجوني ويرسل توكيلا، لا، هو يوكل أحد الناس الحضور في مجلس العقد يقول له وكلتك في أن تتزوج لي، فأحد الحضور في مجلس العقد يكون وكيله في إبرام العقد نيابة عنه، وبالتالي تنتهي المشكلة. ومثل ذلك إذا كان الولي هو الغائب. أحيانا تأتينا سيدة تقول زوجوني، قل يا سيدتي أين وليك؟ تقول ولي في البلاد. طيب أعلمتيه بهذا؟ لا. استأذنتيه في هذا؟ لا. لماذا؟ لأن الأرحام هنا مقطعة، والصلات بين الناس أواصرها متمزقة، فتكون هذه فرصة للتذكير بقول الله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والتذكير أيضا بأنه لا نكاح إلا بولي، وأن الولي من أركان عقد النكاح عند جماهير الفقهاء. تقول إن ولي في البلاد وهو غائب والتأشيرات والتذاكر والصعوبات، قل لا، إن الأمر أيسر من هذا. إن وليك يستطيع أن يوكل أحد الناس هنا لكي يجري العقد لك نيابة عنه. أعطينا رقم الوالد، نأخذ منها رقم هاتف الوالد ونكلمه، ابنتك فلانة، نعم، طب هي الآن تريد أن تتزوج، تقدم إليها فلان وفلان، هذا وضعه كذا وكذا وكذا وكذا، فهل توافق على زواجها منه؟ فإن قال نعم، نقول له وكل أحد الناس في أن يجري العقد نيابة عنك. يقول وكلتك أنت، خلاص قضي الأمر، أو وكلت إكس من الناس. يعني إن الأمر يسير. لو أراد الناس أن ينقادوا لشريعة الله عز وجل ما أعجزهم ذلك. إن الله جل وعلا لا يغلق الأبواب دون المصالح، المصالح الحقيقية التي يعلم وهو اللطيف الخبير أنها مصالح. فإذا أغلق الباب دون مصلحة ما، فإما أن تكون المصلحة متوهمة يتوهمها الناس مصلحة وهي ليست كذلك، أو أن تكون مصلحة لكنها تتضمن مفاسد راجحة وكثيرة. ذلكم الله عز وجل. الخلاصة أن الجمهور لا يجيزون انعقاد العقد بالكتابة، وإنما يقولون يوكل الطرف الغائب من شاء فيتم العقد بين أطراف حضور في نفس المجلس. أما الأحناف فلهم رأي آخر. الأحناف يقولون يصح العقد بالكتابة من الغائب، فإذا كتب ولي الزوجة، ولي الزوجة في القاهرة، فأرسل كتابا إلى أحد الشباب هنا قال له زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة وعلى الصداق المسمى بيننا، إذا قال الشاب هذا في مجلس استلام هذه الرسالة وبحضور شاهدين قبلت زواجها على الكتاب والسنة، جرى عقد الزواج صحيحا. يعني اعتبر مجلس العقد هو مجلس وصول الكتاب وقراءته على الشهود،
فإذا قرأ هذا الكتاب بمحضر اثنين من الشهود وقال قبلت زواجها على الكتاب والسنة انعقد النكاح صحيحا عند الأحناف. وقد بينا أن الجمهور ينازعون في هذا ويقولون إن الكتابة تحتمل التزييف والتزوير ونحو ذلك. طيب شروط الصيغة، عندنا شروط عامة وشروط خاصة. أما الشروط العامة فقالوا التطابق بين الإيجاب والقبول في الزوجة وفي المهر. لو قال ولي الزوجة زوجتك ابنتي زينب على الكتاب والسنة وعلى الصداق المسمى بيننا، فقال قبلت زواج ابنتك فاطمة على الكتاب والسنة وعلى الصداق المسمى بيننا، هل ينعقد العقد؟ لم يحدث تطابق بين الإيجاب والقبول، لا ينعقد. لو قال زوجتك ابنتي فاطمة على الكتاب والسنة وعلى صداق قدره 10,000 دولار، فقال قبلت زواج ابنتك فاطمة على الكتاب والسنة وعلى صداق قيمته 5,000 دولار وبدأ النيغوشيشن، هل ينعقد العقد؟ لا ما ينعقد، لأنه لم يحدث تطابق بين الإيجاب والقبول. لكن لو قال لقد قبلت زواج ابنتك فاطمة على الكتاب والسنة وعلى صداق قيمته 20,000 دولار، هو قال له 10، قال له 20، شهم ما شاء الله. إذا كان ذلك كذلك العقد يقع صحيحا، لكن هذه الزيادة لا تدخل في ملكه إلا بقبول منه. إذا قبل بهذه الزيادة دخلت، وإذا تعفف عنها وردها لا تدخل في ملكه، لكن يقع عقد الزواج صحيحا بهذه الصورة. طيب يقولون الاتصال بين الإيجاب والقبول، يعني لو قال له زوجتك ابنتي فاطمة على الكتاب والسنة وعلى الصداق المسمى بينك، لا لا بس خلينا نتفهم في الأول هو إيه الموضوع وإيه القصة وما الحكاية، طب بس أنا لسه مخلصش تعليم، بس أنا مجهزش نفسي، طب الشقة مش جاهزة، طب وبدأ يتدخل في تفاصيل كثيرة، ويتدخلوا في قضايا تجارية وقضايا سياسية وأحداث غزة وأحداث فلسطين وأحداث لبنان، وفي النهاية قال له على فكرة أنا قبلت الزواج. لا، نقول له لابد أن يجدد إيجابا جديدا ليقع اتصال بين الإيجاب والقبول. طيب لو حدث انفصال من نوع آخر، قالوا زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة، قال بس خلينا بس نتغدى ونشرب شاي ونتكلم في موضوع الايه، وتركوا المجلس هذا وطلعوا على مطعم الأمير واجتمعوا وتغدوا واتبسطوا وتحدثوا في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع، وفي النهاية قاله قبلت زواج ابنتك، ما يقع العقد. لماذا؟ قد حدث انفصال بين الإيجاب والقبول، لابد أن يحدث اتصال زمني بين الإيجاب والقبول ليقع عقد النكاح صحيحا. الانفصال والاتصال قضية عرفية، يعني متى يقال إن الانفصال قد حدث أو إن الاتصال هو حادث؟ هذه مسألة عرفية يرجع في تقديرها إلى العرف، فقد يعتبر العرف أن الكلام في التفاصيل ليس فاصلاً، أن الناس تخش تشرب شاي تجيب قهوة تشرب شاي ليس فاصلاً، الناس يتكلمون على الشاي عادي. يعني مسألة الاتصال والانفصال مسألة عرفية يرجع في تقديرها إلى العرف. وأن يظل الموجب على إيجابه حتى يصدر القبول، بمعنى إيه؟ لو قال ولي الزوجة زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة وأرسل بهذا أو كلم بهذا الزوج، وهو بيتكلم جاله تليفون خلي بالك ده فلان جاله ديبورتيشن ويتم ترحيله فورا وممسوك في قضية كذا وظروف كريت وكريت وكريت، حط السماعة والرجل طبعا إيه يعني عصفت بذهنه العواصف وسارت في عقله الزوابع يعني فأبطل إجابة. وهذا الزوج قفز بسرعة وقال له قبلت زواجها، قالوا لا it's over انتهت،
إذا لم يظل الموجب على إيجابه إلى أن يصدر القبول، فإن القبول عندما يصدر لا يصادف محله، ما لابد أن يلتقي الإيجاب والقبول. أما إذا صدر الإيجاب ثم رجع عنه صاحبه، فعندما يصدر القبول بعد هذا لا يقابل محلا، فلا ينعقد به عقد النكاح. طيب، هذه هي الشروط العامة. سنبدأ الآن في الحديث عن الشروط الخاصة، ونبدأ في الكلام الفقهي الدقيق والعميق. كل الكلام الماضي كان مجرد تسخين زي ما بتشرب شاي كده. الآن سنبدأ في كلام أكثر عمقا وأكثر دقة إن شاء الله. الشروط الخاصة، ما هي الشروط الخاصة لصحة الصيغة؟ قالوا التنجيز والتأبيد. التنجيز والتأبيد، ما المقصود بالتنجيز؟ أن يقع عقد النكاح منجزاً يحدث آثاره في الحال. لو قال ولي الزوجة: زوجتك ابنتي إذا حصلت على الجرين كارد، فقال قبلت زواجها، هل يقع عقد الزواج؟ لا، لا يقع عقد الزواج في هذه الحالة، لأنه ليس عقداً منجزاً، لا تقع آثاره في الحال. زوجتك ابنتي إذا حصلت على سيتيزنشيب، زوجتك ابنتي إذا حصلت على وظيفة 150,000 دولار في السنة، زوجتك ابنتي إذا أسست بيتا كبيرا سنجل هاوس 3 بيدرومز وزبطت الدنيا كلها. إذا قال ذلك فإن أي شرط على هذا النحو لا يجعل عقد الزواج صحيحا ولا نافذا، لأن الزواج عقد وضع في الشريعة لينتج أثره في الحال، فلا يقبل التعليق بالمستقبل. هذا هو الشرط الأول من الشروط الخاصة للصيغة، التنجيز. الشرط الثاني التأبيد. عقد الزواج عقد عمري يدوم بدوام الحياة، فدخول التوقيت في هذا العقد يفسده ويبطله. وهذا يقودنا إلى الحديث عن نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق ونكاح التحليل وزواج المسيار والمصياف وأنواع الزيجات التي خرجت على الناس في واقعنا المعاصر. كل هذا ينبثق من حديثنا عن هذا الشرط التأبيد. إن من آكد شروط عقد النكاح التأبيد، ألا يقع مقيدا بزمن، فإن وقع مقيدا بزمن لم يقع العقد صحيحا. ولنتحدث الآن عن زواج المتعة، ثم نثني بالحديث عن الزواج بنية الطلاق، ثم نثلث بالحديث عن الزواج بنية التحليل. فماذا عن زواج المتعة؟ أولا، ما هو نكاح المتعة؟ نكاح المتعة هو النكاح المقيد بزمن، كأن يتزوج المرأة لمدة ساعة، لمدة ليلة، لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة ويك إند، على ما يتفق عليه الطرفان. اسمه زواج متعة. زواج المتعة هو الزواج المقيد بزمن. طيب، ما الفرق بين زواج المتعة وبين الزواج العادي الذي يعرفه المسلمون واتفقت عليه كلمتهم؟ أنا أرجو أن تتصور الأمر حتى نتعرف على حكمه. زواج المتعة لا يقع فيه طلاق، إنما ينتهي تلقائياً بانتهاء مدته. من تزوج امرأة لمدة أسبوع، آخر دقيقة في الأسبوع ينتهي عقد الزواج بصورة تلقائية، كما ينتهي عقد إيجار الشقة بصورة تلقائية عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار. ونكاح المتعة لا عدة فيه،
لا تلد فيه عدة، إنما يستبرأ الرحم بحيضة فقط لنتأكد من براءة الرحم. نكاح المتعة ليس فيه ميراث، ليس فيه ميراث، يعني إذا ماتت المرأة أو مات الرجل أثناء ثريان هذا العقد فإن الحي منهما لا يرث الميت. زواج المتعة ليس فيه نفقة، فهي مكافأة شاملة، المبلغ المدفوع مكافأة شاملة، بتشمل المهر والنفقة والمصروفات وتشمل كل حاجة. يبقى لا نفقة ولا عدة ولا طلاق ولا ميراث. فضوا أربعة أمور تميز نكاح المتعة عن النكاح العادي: النفقة والعدة والطلاق والميراث. لا نفقة ولا عدة ولا طلاق ولا ميراث، هذا مما يميز نكاح المتعة. بقيت مسألة مهمة قد تكون مفاجأة لكم، أن نكاح المتعة ليس له سقف في العدد، ولهذا ينقلون عن جعفر الصادق قوله: تزوجوا منهن ألفا فإنهن مستأجرات. يعني ما فيش مشكلة أن الشخص يتزوج، يعني أن يجمع في نكاح المتعة في عصمته 10 20 في نفس اللحظة، 20 30 40 50 100 200 300 400 على ما ربنا يديه الله. ليس له سقف ينتهي إليه من ناحية العدد. فما حكم هذا النكاح؟ اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على تحريمه، والمذاهب المتبوعة عند أهل السنة تتفق جميعا على فساد عقده وعلى تحريمه: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وجميع المذاهب المتبوعة عند أهل السنة والجماعة. وخالف في ذلك الشيعة الإمامية الإثنى عشرية فقالوا بحل نكاح المتعة. والآن نريد أن نتعرف على أدلة الفريقين، وأن نناقش القائلين بالحل، وأن نبين ما في أدلة كل منهما من قوة أو تهافت. وبالمناسبة نحن طبعا لا نتكلم عن قضية فرضية، بل أتكلم عن قضية واقعية. أنا قادم من نيوجيرسي، وفي نيوجيرسي مسجد من المساجد يقوم عليه أحد الشباب المصريين للأسف، وهو يزعم أنه سني وليس بشيعي وهو كاذب، ويقول للناس إن زواج المتعة زواج صحيح، وأفردت له صحائف كاملة وضعت مساجلات بينه وبين فقهاء أهل السنة، ويفتن الناس رجالا ونساء بهذا الكلام. وطبعا مثل هذا النكاح يتفق مع الأهواء والشهوات، عندما تفتح على الناس هذا الباب. ومن أجل هذا كنت أرصد حركة العلمانيين على الساحة المصرية، فوجدت أن العلمانيين يحتفون بنكاح المتعة ويصفقون له ويريدون أن يفتحوا الأبواب أمامه، وعجبت أنهم يأخذون من الشيعة حل نكاح المتعة. المسافة بين الشيعة وبين العلمانية مسافة كبيرة جدا. لماذا؟ لأن الشيعة يؤمنون بنظرية الإمامة، وأن الإمامة اختيار من الله عز وجل ولا دخل للأمة فيها، الأمة لا تختار الأئمة، وإنما الله جل وعلا هو الذي يختارهم وينص عليهم. فالإمامة كالنبوة، كما أن النبوة اصطفاء من الله فإن الإمامة اصطفاء من الله كذلك. والعلمانيون يكرهون هذه النظرية للغاية، لأنها تقود إلى دولة كهنوتية وإلى دولة دينية تحكم بنظرية الحق الإلهي للملوك الذي قامت العلمانية أصلاً لتقويضه في أوروبا. فلو نظر العلمانيون إلى ميراث أهل السنة في هذا الباب لكان أهل السنة أقرب إليهم في هذا من الشيعة، لأن أهل السنة يقولون إن الأئمة يختارون بواسطة الأمة، اختيار بواسطة أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين.
لكنني عجبت أن القوم يحتفون بتراث الشيعة ويحتفون بقولهم بحل نكاح المتعة ويرون أن هذا هو الحل الأمثل لمشاكل الشباب في ظل لزمات الاقتصادية الطاحنة في واقعنا المعاصر. على كل حال تعالوا بنا نتعرف على أدلة الفريقين لنرى مدى ما فيها من قوة أو تهافت. تعالوا نبدأ بأدلة من؟ تحب نبدأ بأدلة الشيعة؟ طيب، ماذا قال الشيعة في معرض احتجاجهم على صحة نكاح المتعة؟ وإن شاء الله نعرض أدلتهم بأمانة وبموضوعية ثم ننظر فيها نظرة نقدية فاحصة بعد ذلك. يقول القوم: لقد جاء حل نكاح المتعة صريحا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة؟ فعبر بالاستمتاع بدلا من الزواج، وعبر بالأجر بدلا من المهر، وكل ذلك يدل على أن نكاح المتعة ثابت في كتاب الله عز وجل. قالوا: أما في السنة المطهرة ففي كتب أهل السنة أنفسهم في صحيح مسلم تجدون حل نكاح المتعة، وأنها كانت مما يفعل في زمن النبوة، وأحاديث كثيرة في صحيح مسلم تدل على مشروعية نكاح المتعة. ثم قالوا: وقد كانت المتعة تفعل في زمن أبي بكر، ثم كانت تفعل صدرا في زمن عمر، إلى أن أعلن عمر على الأمة تحريم نكاح المتعة. فتحريم نكاح المتعة كما يزعمون إنما هو بدعة عمرية، فأول من أنشأ هذا القول إنما هو عمر بن الخطاب، وأنشأه على خلاف من الصحابة، والصحابة لم يكن سكوتهم إقرارا، بل كان سكوتهم خشيا من درته. عمر عنده درة، يعني خوفا من بطشه وجبروته وطغيانه، كذلك يزعمون. في ظل الأحكام العرفية السائدة في زمانه التي فرضها عمر على الناس، لم يجرؤ أحد على مقاومته، لم يجرؤ أحد على تحديه، فكان سكوت الناس خوفا وتقية، ولم يكن سكوت الناس إقرارا وإجماعا. ثم قالوا: وقد أجمع أهل البيت على حل نكاح المتعة، وينقلون عن علي بن أبي طالب قوله: لولا ما سبقني إليه عمر من تحريم نكاح المتعة ما زنى إلا شقي. افهم هذه الكلمة: لولا ما سبقني إليه عمر من تحريم نكاح المتعة ما زنى إلا شقي. يعني لماذا يزن الناس إذا كان نفس النتيجة تتحقق من خلال نكاح المتعة؟ لولا ما سبقني إليه عمر من تحريم نكاح المتعة ما زنى إلا شقي. هذه جملة أدلة الشيعة فيما ذهبوا إليه في حل نكاح المتعة، فماذا عند أهل السنة والجماعة؟ استدل أهل السنة على تحريم نكاح المتعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. فمن الكتاب يقولون: يقول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فقد حرم الله تعالى قضاء الوطر إلا من خلال الزوجة أو ملك اليمين، والمنكوحة بالمتعة ليست زوجة وليست ملك يمين. ليست زوجة لأن الله جل وعلا قد جعل سقف الزواج المعتاد إلى 4،
فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والقوم يقولون: تزوجوا منهن ألفا فإنهن مستأجرات. إذن هذا يختلف عن هذا. النكاح الذي يعرفه المسلمون يجري فيه العدة، ويجري فيه الطلاق، ويجري فيه النفقة، ويجري فيه التوارث. ونكاح المتعة لا عدة ولا نفقة ولا طلاق ولا ميراث، حتى قال الصحابة: لقد نسختها آيات العدة والطلاق والميراث. يبقى إذن المنكوحة بالمتعة ليست واحدة من هذين الاستثناءين الواردين في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أما من السنة المطهرة فقد جاء وقد صح عن علي بن أبي طالب، وهو أول أئمة أهل البيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ونهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. الحمير هذه كانت مما يؤكل، ثم نسخ النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية أكلها يوم خيبر، فنهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في فتح مكة عندما قال: يا أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. مرة أخرى: يا أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ثم قالوا: إن عقد الإجماع على تحريم نكاح المتعة، من فعلها في زمن النبوة فإن ذلك محمول على زمن الحل، لأن نكاح المتعة كان مشروعا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن نقل عنه أنه فعل ذلك من الصحابة فقد فعله أيام كانت المتعة مشروعة، ومن فعله منهم في زمن أبي بكر فهو محمول على أن التحريم لم يبلغه، فإن من بلغه التحريم كف عن ذلك وامتنى عنه إلى الأبد. المعقول، يعني يقولون إن الزواج في الشريعة لم يشرع لمجرد المسافحة، لم يشرع لمجرد إراقة الماء، لم يشرع لمجرد قضاء الوطر، إنما شرع لإقامة الأسر والتماس الولد الصالح وبناء الأمة وبناء المجتمع، وإن من الإهانة للمرأة أن يتحول بضعها إلى سلعة تؤجر، يعني فيه استئجار البضع، وليس في ذلك أدنى تكريم للمرأة التي كرمتها الشريعة المطهرة واستنقذتها مما كانت عليه في زمان الجاهلية من مهانة ومن تحقير. طيب، لكن ماذا عن أدلة الشيعة؟ لا تزال شبهاتهم قائمة، لا تزال أدلتهم تشوش على هذا الكلام. إن الله جل وعلا قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فعبر بالاستمتاع ولم يعبر بالنكاح،
وعبر بالأجر ولم يعبر بالمهر. فكيف نفهم هذه الآية من كتاب الله؟ أما قوله تعالى فما استمتعتم به منهن، فالمقصود به الدخول. المرأة التي دخلت بها يلزمك مهرها كاملا، لأنه إذا وقع الطلاق قبل الدخول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. فالمرأة إذا دخل بها زوجها استحقت أجرها كاملا، استحقت مهرها كاملا. إذا لم يدخل بها فإن لها نصف المهر المسمى إذا كان قد سمى لها مهرا، أما إذا كان لم يسم لها مهرا فإن لها متعة. ذلكم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يبقى كلمة فما استمتعتم به منهن، المرأة التي دخل بها زوجها يلزمه مهرها كاملا، إن طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا يلزمه نصف المهر، إن طلقها قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهرا فيلزمه متعة. ثم ماذا عن التعبير بالأجر؟ برضو كلمة أجر لا تزال كلمة مشوشة، أليس كذلك؟ لماذا لم يقل الله تعالى مهرا؟ نقول إن استعمال كلمة أجر بدلا من كلمة مهر شائع في كتاب الله عز وجل. ألم يقل الله جل وعلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن؟ والنبي لم يتزوج متعة قط باتفاق السنة والشيعة، الأمة كلها متفقة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج متعة قط في حياته. وها هي الآية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وفي نفس آيات سورة النساء فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فريضة، فاستخدم كلمة أجر بدلا من كلمة مهر، فمثل هذا شائع في كتاب الله عز وجل، وبذلك تنحل العقدة الأولى. أما قولهم إن المتعة كانت يعني مشروعة في زمن النبوة، نعم نحن نقر أنها كانت مشروعة في زمن النبوة ثم تأبد تحريمها يوم فتح مكة، نحن لا ننازع في هذا، نحن ننازع في استمرار الحل. أما أنها كانت مشروعة، نعم لقد كانت المتعة مشروعة خاصة في يعني في الحروب وفي الغزوات ونحوه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ومن فعل ذلك في زمن أبي بكر لم يبلغه الحل. أما قولهم إن عمر هو الذي استأنف تحريمها فهذا افتراء على الله عز وجل وكذب على التاريخ وسب للصحابة جميعا وعلى رأسهم علي ابن أبي طالب. ما كان لعمر أن يحرم شيئا أحله الله عز وجل وهو الوقاف عند كتاب الله، وما كان للصحابة أن يسكتوا على شيء يغيره عمر في دين الله تعالى وهم الأبطال الفوارس المغاوير. إن القوم ينظمون في بطولة وشجاعة علي القصائد ويقصون القصص والحكايات، فكيف خانته بطولته وفروسيته في هذا المقام؟
كيف لم يقف في وجه عمر ويقول له اتق الله يا عمر، كيف تحرم شيئا أحله الله ورسوله؟ هل كان علي أقل من هذه المرأة التي وقفت لتقول أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر؟ عندما أراد أن يضع حدا أقصى لمهور النساء، فوقفت امرأة وقالت أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر، فقال وأين ذلك؟ فقالت ألم يقل الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر، حتى العجائز كل الناس أفقه منك يا عمر. ثم رجع عن قوله عندما ظهر له كتاب الله عز وجل. ثم نسأل سؤالا آخر، هل كانت قضية المتعة من قضايا أمن الدولة، من القضايا المتعلقة بالسلطان والحكم؟ هذه قضية اجتماعية عادية لا علاقة لها لا بالدولة ولا بالكرسي ولا بالمملكة، هذه قضية زواج، قضية اجتماعية عادية، فما الذي جعلها قضية أمن دولة وقضية مخابرات وقضية أحكام عرفية؟ ثم سلمنا بهذا كله جدلا، ألم يصبح علي هو الإمام من بعد؟ ألم يصبح خليفة المؤمنين من بعد؟ فلماذا لم يعلن على الأمة كلها في زمن خلافته حل نكاح المتعة؟ لماذا لم يقل بعد أن أصبح الإمام وبيده السلطان، لماذا لم يعلن على الأمة كلها جاء الحق وزهق الباطل، الآن نعلن حل نكاح المتعة؟ كان في مقدوره أن يفعل هذا وقد صار الخليفة وقد صار الإمام وبيده أزمة الأمور. أسئلة حائرة لا تكاد تجد لها جوابا. وسيدنا علي لم يعش معزولا عن الخلفاء، بل كان حبيب عمر وكان أثيرا لديه وكان مستشاره الأمين، وهو الذي أشار عليه أن يذهب لتسلم مفاتيح بيت المقدس، وأشار عليه ألا يذهب إلى العراق وألا يذهب إلى الفرس، يعني خوفا عليه. وكان عمر يعمل بنصيحته ويأخذ بمشورته في الثانية وفي الأولى. أسئلة حائرة لا نكاد نجد لها جوابا. ثم نقول للناس إن من إهانة المرأة أن يتحول بضعها إلى شيء يستأجر، وقد ترتب على ذلك انتشار اللقطاء، وقد نشرت إحدى المجلات الإيرانية وجود نصف مليون لقيط في إيران بسبب نكاح المتعة، وقد هدد رفسنجاني بإلغاء هذا النكاح بسبب ما ترتب عليه من نتائج خطيرة ومدمرة على مستوى المجتمعات. فالخلاصة التي نخلص إليها أن نكاح المتعة من الأنكحة الفاسدة المحرمة التي لا ينبغي أن يتورط في القول بحلها أو بمشروعيتها رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.